الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعلن عن إنشاء خط للربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 500 كيلو فولت تيار، على أن يتم زيادته ل 1200 كيلو فولت. هيتم توقيع عقود الخط خلال شهرين باستثمارات 1.6 مليار دولار، هتتحمل مصر 600 مليون دولار ومليار دولار من السعودية. أضاف أنه هيتم إنشاء خط تاني جديد مع السودان بقدرة 220 ألف فولت خلال 4 شهور، وخط ثالث مع الأردن وهو خط قائم بقدرة 450 ميجا وات، وهيتم زيادته خلال الفترة المقبلة. كمان في خط للربط مع ليبيا بقدرة ضئيلة بتصل ل 20 ميجا وات، وهيتم رفع قدراته عقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك.